هل 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 صحيح للمسافر للعمرة يوما أن يحرم قبل وصول الميقات؟ نعم. الأصل الإحرام من المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أهل العلم منهم من قال على أن الأفضل أن يحرم الإنسان من نفس الميقات، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات الذي وقته لأهل المدينة بكونه خرج من المدينة، مع أن المدينة المنورة والميقات لا يبعد إلا تقريبا 12 كيلومتر فقط من المدينة إلى ذي الحليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم من داخل المدينة وإنما أحرم من الميقات. ومنهم من قال من أهل العلم على أن الأفضل أن يحرم من دويرات أهله الإنسان عندما يخرج من دويرات أهله يحرم من هناك، ولكن نقول على أن هذا القول يرده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات الذي وقته. لكن الذي على هذا السؤال من يذهب جوا، منهم من أهل العلم قال على أنه يحرم من آخر مطار يطير منه، مثل قدرنا مثل من عمان من هنا سيركب جوا الطائرة من مطار مسقط وينزل مضطرا وليس اختيارا إلى أين؟ إلى قدرنا إلى جدة، تنزل الطائرة إلى جدة، يعني ما تنزل إلى مطار آخر من مطار مسقط إلى مطار جدة. فعلى هذا القول يقول الذي يقول على أنه يحرم من آخر مطار يطير منه يحرم من مطار مسقط ويركب طائرته محرما وينزل عاد جدة، وهذا عاد يكون محرم ملبي بالعمرة. ومنهم من قال يحرم عندما ينبه في الطائرة الجو، لأنهم يخبرونه على أن قريب بعد 20 دقيقة مثلا أو بعد 15 دقيقة سنمر على الميقات، فالآن عندما ينبه يحرم من في الطائرة هناك. لكن أنا أرى على أن هذا فيه مشقة مشقة لا تخفى على كل واحد، لأن الحكم ليس الحكم بالواحد وإنما الحكم حكم العموم. فانظروا مثلا الذي هم ذاهبين إلى العمرة ويقال لهم الآن سنمر على الميقات، وكل أحد يقوم يريد يحرم، فهذه الحركة نفسها خطيرة على الطائرة، هذا يتحرك الثاني يتحرك الرابع يتحرك الخامس يتحرك، وكلهم يريدوا أن يحرموا قبل أن يمر على الميقات. فالأسلم والأولى على أن يحرم من آخر مطار يطير منه، مثل ما قلت الآن، مثل على أن الذي هو ما يمر إلى ميقات آخر يحرم من هنا ويذهب محرما. أما رأي الإمام بيوه من علماء المغاربة يقول على أن الذي يأتي إلى جدة وهو مضطر ينزل في جدة وليس مختارا فيعطى حكمه حكم أهل جدة فيحرم من جدة، يحرم عندما ينزل في جدة ويحرم من هناك. ويقول الإمام في جوابه يقول وأرى هذا القول ليس أقوله رخصة وإنما أقوله عزيمة، يعني عزيمة من على أنه يعطى حكم أهل جدة، فمعنى على أن الإنسان إذا أحرم من جدة فقد وافق قول من أقوال المسلمين أهل العلم، ومن أحرم من آخر مطار يطير منه فقد وافق قول من أقوال أهل العلم. أي واحد عمل بواحد من هذه الأقوال فلا حرج عليه وإحرامه صحيح إن شاء الله عز وجل.